السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي اليوم مع حرف الكاف كما ترون. إذا نقرأ حرف الكاف مع الحركات القصيرة والحركات الطويلة ثم مع التنوين. نبدأ على بركة الله، نتذكر الحركات. إذن لدينا هنا حركات قصيرة، نبدأ بالفتحة وهذه الضمة وهذه الكسرة، ثم مد بالألف، مد بالواو، ومد بالياء. نعم، هذا تنوين بالفتح، وهذا تنوين بالضم، وهذا تنوين بالكسر. إذن مع حرف الكاف نقرأ الكاف مع الفتحة، فنقول ك، مع الضمة كو، مع الكسرة كي كي. إذن الكسرة تكون تحت الحرف كي، الضمة فوق الحرف نقرأ كو، الفتحة فوق الحرف نقرأ ك. نعيد، ك كو كي. نعم، الآن مع الحركات الطويلة، ك كو كي. أعيد، كا كو كي. ثم نقرأ مع التنوين، نقول كن كن كن، ويكون بجانبها حرف الألف على هذا الشكل كن. ثم كن وكن. نعيد، كن كن كن. الآن نتعرف حرف الكاف في بداية الكلمة، يكون على هذا الشكل. في وسط الكلمة يكون هكذا، وفي آخر الكلمة نجده على هذا الشكل. الآن نقرأ حرف الكاف ضمن كلمات. كرومٌ كرومٌ، سمكةٌ سمكةٌ، ديكٌ ديكٌ. إذن هنا يوجد حرف الكاف في بداية هذه الكلمة كو، هنا وسط الكلمة ك، وهنا في آخر الكلمة كن. نقرأ الآن، ك كلب ك كلب، كو كرة كي كتاب، ك كاتب، كو كوب، كي كيس، كن بيرة كن، كن كعكن، كن باكن. الآن نقرأ حرف الكاف ضمن جملة. عند كمال أفكار كثيرة. نعيد القراءة، ك كلب، ك كرة، ك
كي كتاب، كا كاتب، كو كوب، كي كيس، كن بركة، كن كعك، كن باك، عند كمال، أفكار كثيرة. الآن سنحاول كتابة حرف الكاف. إذن نلاحظ لدينا هنا نقطة على السطر الغليظ هكذا، فنصعد بخط واحد إلى الأعلى هكذا ونصل إلى الخط الثاني أثناء كتابتنا لحرف الكاف. نبدأ من هنا هكذا بخط مائل، ثم هكذا نحو النقطة، ونكون قد كتبنا حرف الكاف. هذا بالنسبة لبداية الكلمة. أعيد مرة أخرى. إذن نبدأ من الأعلى ثم هكذا، وبهذه الطريقة حرف الكاف هكذا. نعم، الآن في وسط الكلمة يكون على هذا الشكل. نعم هكذا، ثم نصعد إلى الأعلى ونكتب حرف الكاف في الوسط. نفس الشيء نعيد مرة أخرى. نعم، وفي الآخر يكون هكذا في بعض الأحيان، يظهر جيدا. نعم، هنا في وسط الكلمة، وسط الكلمة وفي آخر الكلمة كذلك نجده على هذا الشكل في آخر الكلمة هكذا. نعم، أعيد مرة أخرى على هذا الشكل. نعم، إذن هذا هو شكل كتابة حرف الكاف. الآن سنكتب حرف الكاف ضمن كلمات. إذن عندنا كلمة كو، كو، أحاول إظهار الحرف كو، را، تن، كو، را، تن، كو، را، تن. ثم مكتب، ما، ك، تا، بن، مكتب، بن. نعم، ثم نكتب كلمة ما لي، لي، كن، ما لي، كن، ما لي، كن. نقرأ كرة، ما لي، كن، مكتب، بن. نعم، أعيد القراءة. جيد، كرة، ملك، مكتب. الآن نبحث عن حرف الكاف ومكان تواجده في هذه الكلمات. إذن عندنا الكلمة الأولى ملاكم، ملاكم، كرز، فلك. نبحث عن الحرف. إذن لدينا هنا حرف الكاف. إذن في الكلمة الأولى ملاكم،
مون، إذا هذا هو حرف الكاف، أحيطه بخط مغلق. ثم كارازون، حرف الكاف هنا في بداية الكلمة أحيطه بخط مغلق. فلاكون، حرف الكاف في آخر الكلمة أحيطه بخط مغلق. ملاكمون، كارازون، فلاكون. الآن نقرأ حرف الكاف ضمن معجم مصور. إذن عندنا كتب، كتب. مكتبة، مكتبة. يضحك، يضحك. تركض، تركض. مكالمة، مكالمة. كرسي، كرسي. تكتب، تكتب. مركب، مركب. نعيد. كتب، مكتبة. يضحك، تركض. مكالمة. كرسي. تكتب. مركب. السلام عليكم ورحمة الله.